لما يجي يقول لي مثلا كده 37 تايمز 2، سهله جدا. اعمل 2 تايمز 7 الاول، 2 تايمز 7 14. طب لو انا مش حافظها، لو انا مش حافظها على ما احفظ التايم تيبل، اقوم عامل 7 بلس 7، 7 اون ماي مايند و7 اون ماي هاندز، هيطلع 14. طيب اقوم كاتب ال4، ما اكتبش ال14 كلها، اكتب ال4 وكاري اب 1. ارجع 2 تايم 3 6، 2 تايم 3 6، مش حافظ 2 تايم 3، اقوم عامل 3 بلس 3 مرتين تدينا 6، يبقى 2 تايم 3 6 6 بقى، اقوم عاملها بلس ال 1 اللي فوق ده يدينا 7، يبقى الانسر بتاعتي 74. طيب اقول كمان واحده، لو هي 3 ديجيتس، صور دي بس الاول. طيب اقول كمان واحده لو هي 3 ديجيتس، يعني كده افرض ان جاب لي مساله كده 3 8 9، وممكن يجيبها لي 4 ديجيتس كمان، ادي 5، ويقول لي هنا تايمز 5. طب كل ما عليا ده بعمل ايه؟ بقوم عامل 5 تايمز 5. طبعا لازم اكون حافظ التايم تيبل، يفضل لو انا حافظه هيسهل عليا. 5 تايمز 5 ايكوال 25. 25 المفروض ان انا بكتبها كده، لا انا هكتب ال 5 وهشيل ال 2 دي واعمل لها كاري اب معايا، يبقى 25، هكتب 5 اند كاري اب 2. هرجع 5 تايمز 9، 5 تايمز 9 احنا حافظينها 45، 45 اقوم عاملها بلس 2، 45 بلس 2، او ممكن سهله 45 ان ماي مايند، وافتر 45 اقوم 12، 46 47، ادي ال 47. طب ال 47 المفروض تتكتب كده، لا انا مش هكتبها كده كلها، انا هكتب ال 7 كاري اب 4. طب هرجع بقى 5 تايمز 8 ايكوال 40. طيب 40 بلس 4 افتر 40 41 42 43 44 44 مش هكتبها كلها، اكتب 4 اند كاري اب 4، اكتب 4 اند كاري اب 4. طيب 5 تايم 3 15، 15 بلس 4 افتر 15 16 17 18 19، اكتب 19. يبقى انا الاول عملت 5 تايمز 5 ب 25، كتبت ال 5 كاري اب 2، رجعت 5 تايمز 9 45، 45 بلس 2 47، 7 اند كاري اب 4. رجعت بقى 5 تايمز 8 40، 40 بلس ال 4 اللي كانت عندي يبقى 44، 4 اند كاري اب 4. 5 تايمز 3 15، 15 بلس 4 تطلع 90، يبقى كده خلصت المسألة.